بدر هدفين جم فينا في مباراه البايرن. الهدف الاولاني هدف صعب يعني الكره اتلعبت بالعرض وكانت بعيد يعني كان ممكن يخش اهداف غير ده يعني انت فاهم وانت قاعد بتتفرج كان ممكن الكره اللي قبله مثلا تخش لكن الجون ده كره قلشه ورايحه بالعرض وبعدين رجعت لما دخل فيكم الهدف فكرتوا ازاي يعني هل قلقت اكتر هل خفت فكرتوا ازاي كفريق بقى هو الجول خس فينا بعد 17 ولا 18 دقيقه تقريبا تبقى حاجه صعبه بالنسبه للفريق وكنا كنا عاوزين اننا نرجع في اسرع وقت نرجع ازاي لازم نمسك كوره ولازم ناخذ برضو الثقه من ثاني علشان نستمر في الماتش مركزين كويس الحمد لله فضلنا حتى الدقيقه 86 ولا كذا جا فينا الجول الثاني فرق كبيره زي البايرن ولا برشلونه ولا كذا غلطه صغيره بتدفع الثمن غالي طبعا لكن الهدف الثاني انا سمعت ان انت قلت انه انت يعني غلطت في الهدف الثاني ايوه طبعا اشرح لنا كده ازاي اللي حصل عشان انا برضو عندي وجهه نظر ثانيه في الموضوع ده لا مش انا اتحمل جزء من الجول الثاني بس أي. انا احكي لك على تفكيري في الكوره دي هي الكوره كانت مع ساني مظبوط ساني كانت قريبه من الخط صح وبرضو ياسر ابراهيم كان قريب منه فاهم لو في لاعب ثاني من غير ساني راح يعمل كروس على القريبه مظبوط لما تبقى الكوره على الخط صعب واحد يديها على البعيده وفي حارس وفي مدافع تعدي من الشناوي كمان ويعدي وبيعمل كروس بالطريقه دي انا لما شفت ساني الكوره ابتعدت منه وبرضو ياسر قريب منه فكرت ان ليفاندوفسكي راح يقطع على القريب علشان مش راح يلحق ثاني يعمل الكوره على البعيد كده كل ده في الثانيه كل ده في ثانيه ايوه ليفاندوفسكي كان معي اول ما شاف كده راح على البعيده فضلت انا والشناوي رحنا الاثنين على القريبه وهو خد الكره لوحده بس هو مش الصح ان انت كاستوبر ان انت تروح على العرض الاولاني ده صح يعني الصح ان انت عملته مش الغلط أيوة. انا بشوف ان العكس ما اعرفش يعني في طريقه اللعب المعتاده اربعه لا انت ياسر مع سني فلازم تبقى انت ورا ياسر على طول في على العرضه الثانيه وهاني يجي يبقى على العرضه انت على العرضه الاولانيه وهاني على العرضه الثانيه ما هي كانت كوره كده بسرعه اتلعبت مش فاكر بالضبط كان واحد لعبها براسه ولا كده لعبها براسه واتجاه ثاني وكنا لسه مش واقفين كويس فاهم علشان كده ما لحقتوش ما لحقناش كده هم سرعة جدا احنا حاولنا في الثانيه دي حاولنا اننا نظبط نفسينا بس راحت منا بس كونك تعترف بان انت مخطئ اعتقد ان ده انا مخطئ في انني ما فضلتش مع ليفاندوفسكي بس انا تفكيري مع الكوره والقاعده تبع كره القدم شايفه انني عملت الصح بس لو فضلت مع ليفاندوفسكي وما جابش جون ولا ثاني عمل بالقاعده تبع كره القدم لعب على القريبه كنت نكون احسن كنت نكون انا عملت شغلانتي حلوه هو كتاب الكوره بيقول ان انت لازم تروح على العرض هي كوره على الخط صعب تعدي على صعب البعيد فاهم هي كوره على الخط وبرده متضايق من ياسر ابراهيم وثاني كان لافي بعيد يا دوبك حطها حلو قوي يعني ما تجيش كده ابدا هو برضه ليفاندوفسكي لما جاب الجول راح لساني عمل حركه كده يعني صعب تعمل كروس زي كده بس زي ما قلت لك فرق كبيره دي ممكن تدفع ثمن في لحظه من الثانيه من تركيزك تدفع ثمن اتكلمتوا مع اي حد من اللاعبين خلي بالك ده الجول الثاني تبع الباير هو اللي زعلنا على خسرنا في الماتش ده يعني ايه؟ زعلنا من الجول الثاني اكثر ما اننا خسرنا الماتش. ما كناش عاوزين يجي فينا جول ثاني، كنا عاوزين نفضل 1-0 مع البايرن تبقى نتيجه حلوه. بس لما جا فينا الجول الثاني في الدقيقه 86 ولا كده زعلنا على الجول الثاني اكثر ما زعلنا على اننا خسرنا قدام البايرن.